السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم آيد قاسي، مؤمن آيد قاسي بكل فرح وسرور يعلن على خبر عالمي، خبر يعني ما كاش كيما هو، خبر ما كاش البارح ما كاش كيما هو، وين قال لهم ياسين عدلي لاعب ميلو الايطالي لم يكون حاضر في تربص الخفض لمباراه غينيا ونيجيريا، هذا بعدما كان جد متحمس للعب معنا خلال الفتره الاخيره. انت كنت لعبت مع لعبت مع البرازيل كانوا يجوك، ها راهي وين راهي تونس، راني نتبع انايا في واحد ثلاث سوايع التيكيات كملوا في البارك دو برانس، تونس البرازيل، الناس اللي باغي تشوف روحها كي دايره. انت كون لعبت، انت كون روحت وقلت نلعب مع البرازيل، راني هنا نقابل البرازيل، انت تلعب لي مع غينيا مع موزمبيق مع البنديق مع انت شكون اللي غادي يجي يلعب لك تاعي؟ انت بغيت تلعب تاعك تهرب، اعطي الحقيقه مؤمن، انا نقول لك اعطي الحقيقه، مدي اللايف قول الحقيقه ولا ما تديرش. انا قلتها لكم ديك خطره، قلت لكم مدرب ما اتصلش بهم تكذبوا نتحدى، شوف راه نقول لكم نتحدى المخير في المشوب، كي المدرب كيف الاتحاديه، يقول لك المدرب اتصل بهم، والله ما اتصل بهم، والله ما اتصل بهم لحد اليوم، ما تكلمش معاهم، قال لك انا تيجي هنا نهضر معاهم، انا مادام ما علنوش وهضروا ديريكت للاعلام باللي بيجوا يلعبوا في الجزائر انا ما نهضرش معاهم، ما نعيط لهمش، ما نهضرش، ماشي ما نعيط لهم، ما نهضرش معاهم. عاودي يبان نقول لكم حاجه، فيكتور لك حل سمعتو باللي قال باللي بيلعب مع الجزائر اللي عيطوا له، زرقان قال باللي بيلعب مع الجزائر، زروقي قال بيلعب مع الجزائر وقت نهجه وكما صاوا علينا، هذا هو تشابتشينكو، هذا كريستيانو رولاندو، هذا بيكام باور، هذا داروا لنا كاع، هو عارضة ازياء، جميع اللي راهن عليهم المدرب المنتخب الوطني الجزائري والله واحد ما نجح، يعني النظرة تاعو غيفهم، النظرة تاع المدرب غيفهم، اللي راهن عليهم كاع، اي تنوري ما غاديش يجي بالك. خاط حميش راه جاي، هي تمكن كيما بصح هذا شوف كيما نهار اللي قلنا بو جمعه بو جمعه بو جمعه بو جمعه كاع الجمعات لمهم، عرفها بو جمعه مكاش، وانكشف وبكل سرور وفرح ورقص، يعني فرحان مؤمن آيد قاسي بأن متوسط ميدان اف سي ميلون ياسين عدلي سيكون خارج قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص شهر سبتمبر الحالي. قال لك بعد ما كان متحمس، بصح المدرب ما هدرش معاهم، انا على نقول لك شو انا على نقول لكم بلي نتحدى هذو، انا نتحداهم هذو كان نتحداهم، نتحدى هذا المدرب، نتكلم ونقول نتحدى هذا المدرب، خاطر كاين بزاف يقول لك انت شكون؟ انا جزائري، انا جزائري وجندي احتياطي في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، انا جزائري وجندي احتياطي، كي تطلق الرصاصه الاولى رانا لابسين كومبا، اي خاطر رانا لابسين كونتر الكومبا تاعنا، كاش لا مشكل، انا جزائري، هذه باش ندخلكم لا في لسانكم، هادو ان شاء الله كاش حاجه ما انا ما نكونش لاجئ، انا ما نهربش ما نوليش لاجئ، انا هذه رد على الناس اللي يقولوا انت شكون، انا ما نوليش لاجئ، هذه هي معمر الكابوس نعطيه للزوجه تاعي نقول لها كي تشوفي العدو طاق علينا وكتلي روحك وكتلي ولادك وكتلي روحك، والو ما نخليش قاع الجرة نخلي الناس تضحك عليا من راولي، والو ولو كتلي روحك وكتلي ولادك وكتلي روحك، أيا
نخلي لها كرونيت نقول لها جمعيهم عنقيهم وطرديها نشعل نشعل مساك من تحت نشعل خليها. انا كيما عقليتي عقليه عسكري 100% هذه عقليتي. واحد قال لي بتعيشنا كيما انت عامل لارمي وعامل لارمي يحزموا لك سروالك واحد البغل شو واحد الكومونتير قال لي قال لي انت 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 عندك عقليه تاع الستينات. واه غير العقليه تاع الستينات ولا العقليه تاع تيك توك تهز في روحك انت واختك تهز في روحك في التيك توك شي كيف كيف. الحمد لله عندي عقليه تاع الستينات انا الحمد لله يا ربي مزيه. نعاودو نولو نتكلمو نتحدى هذا المدرب ونتحدى المخير فيكم وهذا الاعلام نتحداكم كاع. الى هذا المدرب راح تكلم ربط التليفون وعيط عيط العوار ولا عيط العدلي ولا عيط ايت النوري ولا ما عيط والو واللي بايغ صورته ايت النوري. وفانيك نزيد نقول لكم وحده اخرى بارح نهضر مع بابات امين قويري اي باش نشوف. قلت له ديالنا نسمعوا هضره باللي اتصلوا قال لي ما كاش قال لي ما كان حتى واحد قال لي ما كان لي شكون اللي قال لك. قلت له انا نسمعوا قال لي ما كاش قال لي هضره دعايات قال لي ما كاش يتصل بولدي قال لي دي شو ما اتصل بولدي وبالماضي ما اتصل بولدي ما كاش قال لي الناس هي تطلق الهضره يقول لك ولدي نقول لكم كلمه والله كو غير روحوا يلعبوا مع فرنسا فتو تريحوا فتو تريحوا هاكا فتو تريحوا فتو نقول لكم اشتايا لا انا نقول لكم روحوا نتوما باغيين يروحوا لفرنسا علاه كاين بعض الاعلاميين شواده والخاين والعساس الخاين باغيين هاد اللعابه يروحوا يلعبوا مع فرنسا في طوع الوثيقه اللي داروها مع بلاكار وثيقه اللي داروها مع بيطوع ما تنكشفش بلي راحوا صاي سي بون نعطيها لكم لوفيسيال. بابا امين قويريس هذه قالها لي وقلت له الهضره قال لي هدرها انا نقول لكم شنو قال لي. قال لي شوف قال لي قال لي من الاتحاديه الفرنسيه مسؤول من الاتحاديه الفرنسيه استقال امين قويريس استقال استقال نقول لكم شنو قال له. قال له موا سو كوموند حنا اللي نحكموا قال له قادر تروح نخلوك تروح تلعب في بلادك قادر ما نخلوكش كاع تلعب في اي منتخب قال له حنا نحكموا فيك. قلت له عليها كيفاه قال لي الورقه قال لي راك تهضر عليها الورقه قال لي راك تهضر عليها انا مانيش غلط راني من 2018 وروح نهضر على هذه لافير اللي صرات تاع الورقه تاع تاع بلاكار اللي داروها تسمى الخاين والعساس محافظ على الخاين والصحافه ماذا بهم والاساس والخاين ماذا بهم هذا اللعابه يروحوا يلعبوا مع فرنسا في طوع الحفاظ على العار والفضيحه والمحاسبه هذه باش يكون على بالكم بها كاش اللي يجي غلطكم وكاش اللي يجي يضحك عليكم كاش اللي يجي غلطكم وكاش اللي يجي يضحك عليكم. كي نعطيك رسمي نعطيك رسمي خويا كي نجيب لك رسمي نجيب لك رسمي. قالها لي هذه بابات امين قويري قال لي ها لا ها لا قال لي قال لي قال لي هاش قال له قال له حنا نحكم هذه هي الحقيقه. كاين لعابه يجي يخرج امه من اي قاسي يجي فرحان بكل فروعه او ما عادش يجوا قلنا لكم منهم منهم ماذا بي انا نقولها لكم نعاود لكم هذا الناس هذا ماذا بيهم على جال الاسم تاعهم وعلى جال المؤامرة على الجزائر ماذا بهم كل الهضرة تاعهم تخرج صح. أنا مثال مثال نهضر نقول الله يجعل الجوار الفلاني ما يجيش بصح غدوة إن شاء الله كي يجي نفرح نفرح نقول ماذا أي مزيادة بصح نتوما ما تبغوش هاد الهضرة تبغوا ماذا بكم اللعابة ما يجوش فتو نتوما تخرجوا أبطال بيتو تخرجوا ابطال زعما نتوما عندكم المصدر وانتوما خونه انتوما خونه على ديك تبغوا الجزائر ديما خاطر عندكم مشروع لازم الجزائر وشكون اللي ضعف هذه الاتحاديه شكون اللي تامر على الجزائر شكون اللي تامر نعرفوا كلش ورانا ساكتين نعرفوا كلش ورانا ساكتين.
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله بربي دائما معكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم. سعيدكم.